الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة سيدة ولالكو تلمامي درسي وحكو صاحب سنان دونا قصر الأمل رجدا أما يدي ديلا دولا صوق قابيو هذا سيكالو نداهنا وحوية آخر أولو ديار قروبه وقفكو هدو رجدي سطول الأمل ويسرا وحبا دنباد نولان دونتا إن شاء الله عمل كسته دبودي جدنا حق دمت كهجا جدنا تابو كفكرية لكن قف هذا نرشة سكابن واركو هذا حقيقة إن أنا بريبا نولان كرين أدير رب قرة وفهمه وحنا قن سمان تو هستاي لو مان تكفاي ديستو هذا موضوع عن سين وجورنا وحنا بهن حقائق دورة إن نسلك جرنا دور شيء ككو ودو حقيقة الإنسان بني آدم كي يقابك الله وابوري بني آدم كو حدوني دو شوغان لا يتحامه حرية با إلهي سيي حان الله أبوري قابو وحدورا كرو لكن دور شدو دورنا يوحيو بهانتي عقلي يا أقون يا إرادة قوان أصل وحاو النبي قولي عليه الصلاة والسلام حديث كبخاري وريني يا عبد الله بن مسعود وكوريني يا نبي عليه الصلاة والسلام نبي قاو حجي حيبو ده خط مربعة سكوير خذا فرقيس لبو سميي دبتر النبي عليه الصلاة والسلام برتقو هذا خط كالك نحصاري فرقيس كخط كيها أيو خط كالك نحصاري خط كالك حريشمو ويالي waxa uu ku tilmaamay markaas waxan afarta hareerood kaga wareegsan qofka waa ajashisi waa geeridi waanu dhaafaynin khadkan ka dhaxbaxayna waa amalkiya rajada geerida meel ka fog ayuu qofku inta badan ka rajo qabaa binaadamku adduunka wuxuu ka baxay isagoo wali qabiya arrimuhu ka yihiin isagoo wali wuxuu qorsheeyay ay qabiya tahay buu baxaa waxa uu kala nabagu xariijma yar yar kala ka baxay ku tilmaamay inay tahay acraadu dunyada mashaakilka adun oo kan xaganayo kani xaganayo kani xaganayo aanu marnaba mushkilad la aanaynin idan wuxuu xadiidku sawiraya qofka bini aadamka rajada ya amalka uu qaba yididiilada uu qaba inaanay xad lahayn إنه عمره سيه وقته سيه وقته ديرته هذا هو الأصل لكن وحال الرب قفك مسلم كاهي إنه مسألة حديه وميل كدو واركو حقيقة اللبات إنه تلمامينا وحيطه غيرده والحقيقة الوحيدة المعترف بها بين الناس وحقيقة ابن آدم أدمي والرميسين يهي عد كستابة إني جيريونيس وحد قرن كرتا وندت كأنتي كوجها رأي سنايت جيري دودة إلهي سبحانه وتعالى القرآن كوحكولة يسوع النبي محمد له الله يا إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وهذا ما نسبه للي وقصب iyaguna way dhimanayaan kuwan ka soo horjeedana way dhimanayaan kullu man alayha fan waxa nolosha kor saaran oo dhimi dhamaantood waa dhamaanayaan ba ilaahay leey wama ja'alna li basharin min qablika al khuld afa in mitta fahum al khalidun adiga horta cid aan waaritaan siinay ma jirta ba ilaahay leey adiga hadaad geeriyooto
مايaga waraya ba ilahi ilahi subhanahu wa ta'ala. إذن هذا النبي محمد سيد الخلق إلهي الدورتي إلهي كله يواد جيريونيسا وحكدا بيانا وجيريونيا قال دي كوتشيس تشيس يسأل هاي الريب المنون بان لسوا إنا يا وحنا بان لربنا إلهي وحيد هذا قنا وادمان يقنا وادمان عيد هذا يسمى شرتو تاسينا وحقيقة لبات حقيقة كوبد وين هذا كرتشد هذا يعمل كعوديري حقيقة لبات نوح ويان جيردو هنا إلا بدة طاي حقيقة الصدح هذا ما يشط على وحويان الدنيا هو دار ممر وارض الله مريه ومال قف ولبو صوم مريه وضالت دبتنا مريه بالغوض وضوبة وحليلي ويل باريرك كسوكر لي قبل باسوكر لي برينا واد بحيسا مرك لا انت كوغود دوبان باي ورانيان وا ميد حباشا جايه ادو قاون امرير لوغود دوبا ديمانيسا ادو سيدي امرير كلا لا راعيه با دنا بحيسا اذا وا ممر وا ميل اد مريسو واجد بنادم كو مدد دحصونيو وحانا كدنبيه با ربي تلماميا لا كولان كاله أفضل بين الرب لا كل مدوره إن لحسابين دونه جنة إياه النارين كذا بيسه سادر أدت بإلهي وحلي قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم جيردا أتكب حسن إنسان أكرر إنسان وايد لا كل ميسه دايما لكو حنونته نختار رادية كرادية أدم واحد يستوكو بحي واحد رب تقبل سيد أدم الموسي شيري لهيد أي الددال كيتكو شرته لكن إلهي وحليي وملاقيكم وإذا لكل ميسا ما حكى ذنبايا ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وحليدين علينا يا باليدي عالم الغيب والشهادة الله وحمقا إيا وحد شوغبؤك الله وحبك قرصونين الله وحك استوءات سميسي هدو يا واحد قلبي يكو عقيدة يسكو هيستي يا هدو يا واحد فعل هام بو سميسي وحك استو كاسو بحيقفك بن آدم كا ربي قوك أوليبا أغان قرم ماها فينبئكم بما كنتم تعملون بإلهيني وإذن ورمي دونا وحا سميسي نودن كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نف ولبقير إذا دمين بإله إليه إلي. كدبنا وحيا آشق إيستين بأن ليدين أوفيني ليدين دم إستيريا ننكي النار لغا دركيو إجنة لغاليو كسب الليباني بإله إلي سبحانه وتعالى حقيقة أفراد حقيقة كواد وإن أدام البضنطي حقيقة الله بعدنا وحويان إن لابد أتجريون دونت حقيقة صدحنا وحويان أضرب الله كل مدونت هي حساب هي قيامة هي جنة هي النار شيء أفراد أي متلمامي نوح يواه وضع تلمامي نون وحلاينا فري أرك ومرها دو عين كاية هي إنه أمل كصوقة بنه أدونك رجدا عنك قبنه هي وحقبت كيسة الدنيا كصعب سنين نسوق قابنا جيردنا سنين نحب حسوسنا إلهي إلا كل أنك سنين نحسوس تسبضنا سأوجد به إلهي وحلي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وركوا إيمانك لجها ليو إلهي الرومي كوا إيمانك لجها ليو الله عبسيديس بديع اتقوا الله إلهي كعب صدع وهجيريونينا بالليل هجيريونينا إلا وأنتم مسلمون إذن كون مسلما موياني وهجيريون تميني سوحينا وقتها اللي جيريونيو كما هيسيد لكن محال لغار ربعينا تسوحيسو إن السلام لمدى لازم تيد وقتها جيريو ديمان إسا جيرين ميسيد معاوار ديمان
ما براد دمان ما بالبات سي جوغي ما سندات جو غرين ميسين إيه لكن واحد لو يري غيردو حكوت ما دا دياره اضام مسلمه او الهي سديبي غيردو حكوت ما دا. ولذلك بقى اوراد النبي عليه الصلاه والسلام ان بري وحكمده هبنكي مركه سحنايسو ان سي ديبتو تدا اله نفطه هدات قبطنا وحاد ضدك صالحين تاسادو فاحفظها الى وهدات سوع لسان يعني واحد كنت لقى ليس ورد قرا الاخر يسمعني سوح ويان وصحر يا سقر ما ينا سوك عدوره مركا الرجادة واو انو كوبر يدونه بعد ما يلسك دكتي وورد قرا انو اخر ينا مركا انو سحر انو مركا اتصوت وستنا ورد كلا ليريو اخر يو اله انو لي الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني واليه النشور اله الدبئي سوك عيان كما هذيني اله وشارس بات سيسيبات لاضي هبنكي مركة سيحاري سنة وحال الله إله نفطن هداد قبطنا ونحريسو هداد سوعي لسنة صالحين تواحد كو إلالي سكو إلالي هداد صوت وستو أركتو إنا دواكو برياد إنا كلاقا هدينا وحال لقويني وحال تلا هذا إلا هو هذا مضان هذا أمان تاليه هذا قوما هدينا يا غير إذا بدأ دي سنة لي إذا وحالة المامة يقفك مسلم كأينو ديار نغضو مركة سيحاني سنة غير ديار واحد مركات صوت وستين واحد واركسا كان ساد عمل كسيسو كسميسو إن لغسيي إذن كاورد كرد قبل قويل أدين أوراد أدين آخرنا هبين كي مركات نسحرنا مركات صوت وستنا أين نفهمنا وحين نقرر إن إن لين لي هاي استعدوا ورديار نغض وهو ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حقيقة شناد باكرته وما حياة إيضو انت سو حقائق الله ينوش يغي أيها دنوح ليدي أكثر الناس وغافل ذاتك انت بضاني ودوهني وموغني حقائق دا أكتي ستا الله إيه نفت بنا آدم كأي هنقرق إيه ووغي هاي وحي راد عينيس إيه ووغي إنجيري كدام بيس إيه ووغي قورو لمن يينانو قرانينين إيه ووغي قيامة إيه حسابي ربي سورتاقينو كدام بيس ewog yahay in loo sii sheego leeydi war hadhiman in adigoo muslima mooyaane intaas oo xaqaaiqa isagoo og ayuu haddana bini'aadamku ghaafil yahay ghafla ghafladu wadhoohani waa waxay ahayd inaad xasuusato la ilaabayo nisyaan maaha waa ghafla wadhoohani waxay ahayd inaad xasuusato oo haddana aad moogan tahay ووحيد مركز تين حصوصتي سكولت شوكتو وصيدي قف أن أغينا دون نغميسو غفلتو مركز وحويان حقائق دارا وان رميسني هدنا وحنو نغميا سيدي قف كيو أن كيبا أهين ولذلك ما إلهي وحلي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم dadka xisaabtoodu waa dhawaatay ba ilaahay leeyahay laakiin xaaladay ku sugan yihiin oo aha ghafla iyo i'raad iyagoo ghaafiliina oo rabbi ka sii jeeda oo qiyaamaha xasuustiisa ku badnayn oo xisaabta xasuusteedu ku badnayn ayuu nool yahay xagga rabbi waana wax lagu xasuusinaya ugama timaado cusubi ba ilaahay leeyahay ilaa iyo waxay maqlaan iyo cayaaraya si jiddi iyo maqaataan warka markaad si dhaba u qaadato waxaad ku talagashaa inaad fuliso laakiin markaad qaadato warka maqashid adigoo aan jiddi ahayn adigoo aanay kaa dhabahayn lacbaad iskaga jirta laahiyatan quluubuhum ba ilaahay ku tilmaamo walidaalik baa ilaahay nabigiisii wuxuu ku leeyahay waandirhum yowma alxasra waandirhum yowma alxasra إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وحدو الدكتة أو قد دكتة أو قد دكتة يوم الحسرة مال انت على عالك مال انت تيرانية دي مروغدة وقدك فري مركات جيريوتو رب رجعون تا بدن دونتا إله چانس نسي إله يعلي إله وحلت المامية مشكلة تاجنين تهي
maalintaa aad hadhow dib u murugoon doonto, dib u tiiraayoon doonto, uga digbaa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. Haddaba ayuha alaxiba, maxaa keenaya inaynu ghaafiliin noqonno? Maxaa keenaya inaynu tuulu lamal rajayno inaynu weligeen noolaanayno? inaad sileeda kolleyba wadsa ninka dhallinyaradii wuxuu isleeyahay, kolleyba lixdanka iyo horta waad gaadhi doontaa. Ka lixdan joogaana wuxuu isleeyahay, malaa kolley ilaahay ilaa sideetanka sagaashanka waa ku gaadhsiin doonaa. Idan dadku rajo qabaa uun xagga hore in wax ku hadheen, maalmaha dambe kama gedisna maalmahaagii hore. Kuwaad shalay soo martay iyo kuwa hadhay waa isku mid. Maanta haddaad shaqaysan kari weydo, berrina waa adag tahay inaad shaqayso. Bal eh, mar kastoo aad da'i kuu sii korodha waxay u badan tahay in daalka iyo cajsiga iyo wahsiga iyo tamaryaridu kugu sii kordhi doonto. Inta badan dadku marku wuxuu dantiisa gartaa goraanu fulin karaynin, goraanu waxqabad lahayn. Intuu waxqabadka leeyahayna waa ghaafil. Saa awgeed ghafladan waxaa keenay tuulu lamal, rajo aad ka qabto bal horta kolleyba waxooga baad noolaan doonta, hadhow baad toobad keeni doonta. Kan rabbigii caasinaya ee maanta cisyaanka sameynaya wogii waxaan wadaa inuu cisyaan tahay, inuu ama zina tahay ama khamri tahay ama been tahay ama xaaraan tahay ama boob tahay ama dhac tahay ama ghish tahay ama dhulmi tahay, wuu ogyahay waxa kan uu sameynaya inay xun tahay. Laakiin wuxuu isku waaninayaa saa dambaa toobad keeni, baraad ilaahay uu soo noqonay, bal horta qoladan iska dhici saa dambe. Watakunu min bacdi qowman saalixiin, tii ilma nebi yacquub. walaalkood bay god ku sii wadaan, waxay leeyihin aan dil loo god ku ridno, haddana waxay leeyihin gadaashii baynu dad fiican noqon doonaa, isaga gadaashii ayaynu soo hagaagi doonaa. ilaahay markaa wuxuu ina leeyihi innahum yarawnahu baciidan wa narahu qariiba, geerida iyo qiyaamaha iyo waxa kan dambeeya iyagu wax fog bay u arkaan baa ilaahay yidhi, annaguna baa ilaahay leeyay wax dhow baanu arkaynaa. Waa amalkan iyo rajadan dheer iyaga wakhtiga wuu la dheeriyey. Saa ogeed baa ilaahay gaaladii wuxuu yidhi dharhum yaakulu wayatamatacu wayulhihum alamalu fasawfa yaclamuun. Iska daa baa rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala, daah maxaa loo daynayaa? Ha iska cunaan baa la yidhi, maladaat alxayaa, cunnada wax naf leha moodaan oo ha iskaga raaxaystaan, ha ku tamatacaan. wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuun, oo ha mashquuliyo baa ilaahay leeya, amalku ha mashquuliyo, amalku rajo qabkaasi ha mashquuliyo. laakiin rabbi wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala fasawfa yaclamuun, siimaan dambe wakhti dambe ayay fahmi doonaan. idan ayuha alaxiba, qasru lamal sharciga wuu ku ammaanan yahay. inaad rajada soo koobto waa ammaan, waayo waxay keensanaysaa inaad xoogsato. oo masalan maanta haddii lagu yidhaahdo beraa lagu dilayaa, berito ayaa lagu dilayaa, waxaad soonaysaa bal maanta wixii aad qabsan karta un haatan sii qabso. idan inaad amalkaaga soo koobtaa waa ammaan. inuu kula dheeraado oo tuulu lamal aad rajo dheer sii qaadaana madmuun bay ku tahay qur-aanka. qur-aanka waxay ku tahay waxaan ammaanayn. walidaalik baa ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahay afara'ayta waxaa rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala afara'ayta in mata'naahum siniin, bal ka waran baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala in mata'naahum siniin, dadkan haddaanu sannada u raaxayn, haddii cimrigaba loo dheereeyo. uma jaa'ahum ma kaanuu yuucaduun, cimrigaba haddii loo dheereeya laakiin kadib uu u yimaado wixii loo yaboohayay, maa qara canhum maa kaanuu yumatacuun baa ilaahay, waxba kagama filo ka deeqi maayo
wixii ay ku soo raaxaysteen oo dhan waxba noqon mayso, yani waxba kama jiraan baa ilaahay leeyahay. Saa awgeed baa ilaahay duul uu maagayaba wuxuu ku tilmaamay ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. إلهي سوى يهودك ورمي يوحى الليلي وهذا هل الدونتا يقوى كوى أغو إلى لمبضن أغو تشعيل بضن نلل على حياة أيا كانت على حياة ولا نكري نلالون إنه شرؤن كوا وجعل بدن يهودي أنت مشركين تابدرك الدون تابا إلى هيلي متكود وح وجعل يبا إلى هيلي كن صن ضاد إلا نوليه لكن إلى هيوح لي سبحانه وتعالى كن صن وحرمها وما هو بمزحزحه من العذاب كن صن عذاب كاعلين بيس وبرتو كن صن بريد ما نسى سأوجد بها إلهي مؤمنين تستغل الله هذا يوحلي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأني مهاني قارب بالليه مهاني دعين كوا مؤمنين تاهي إني وقت قاران قلب قدو إلهي ذكر سو خشوعه iyo waxa xaq lagu soo dajiyay waqti ay waan tooban wali miyaanay gaarin baa la leeyahay dadka muuminiinta ah oo aanay la mid noqon baa ilaahay sidii kuwii iyaga ka horreeyay ahlu kitaabka ahaa. Qur'aanka waxyaabo badan oo ilaahay kuwii kutubta la siiyay inaga horreeyay lagu ceebeeyey oo aynu samaynayn hadday ammaan noqon maayaan waa tajriba bashariya ayaa laynoo soo naqliyey taariikhdu waa meelu bini aadamku ku cibro qaato tajaaribtii dadkii hore sidii kuwii kitaabka la siiyey ee waqtigu uu ku dheeraaday ee dabeetana qalbi engega qaaday baa ilaahay leeyahay. Waqtigii ku dheeraaday waxay ka dhaxleen waa qalbi engeg. Sida ugeed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inooga digayaa uu leeyahay laa yazaalu qalbu lkabiiri shaaban fi ithnayn xadiidka bukhaari kama zuulayo qalbiga qofka weyni laba dhalinyar unbuu ka ahaanaya, yacni waxa weeyaan qofku waa gaboobaya wax badanna wuu ka gaboobaya ma awoodi karo, laakiin laba weli waa dhalinyaro, yacni laba baa la shay buu nabigu tilmaamayaa. Ninka weyn iyo ka yari isku meel bay ka taagan yihiin oo waa maxay labadani xubu dunyaa wa tuulu lamal buu nabigu yidhi. أدونك جعلك أدونك مرنا لما نعه أدونك يجعل أنتيس ينلاش أن يجعل أنت هذا بني آدمك مفطور بكوي لكن وحلا ينقول تلاقى لي إنه نفطر ربي إنه وآخرة جعلك هذا كبدل إنه يطول الأمل إنه رجك قبؤون وتصير نولان دونتا. إذا أيها الأحبة الأمل في الدنيا مهلكة adduunka rajadiisan dadku ay sii qabaana tirada badan leh waa waxa lagu halaagsamo. Aakhiro rajadeeda ayaa raxmo ah afaman wacadnaahu wacdan xasana fahuwa laaqiih. Ilaahay wuxuu leeyahay miyay simayin kii aanu u yaboohnay yaboh fiican oo la kulmi doona, yacni aakhiro u xoogsaday oo rabbina janno u ballan qaaday oo dabeetana la kulmay. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين كايم يم سمين بايلا هلاي مدان الدنك وحوغا كسيي ودنك إنو كبت برسد الله سيي آخرا لكن كوا نار تلا حاضرين يا خميدا لابدا سمي سمين يعني إلهي وحي سكر دين عدقا إياه نين الدنك وحوغا كهلاي سلطة إيا العقيا وحوغا إنت بن آدم كور رادعيا وكفهانو ودنك إنتو نولا لو بربيريي لكن ما أنتو قد كوجلا نارتي سبلاب ميسو هدون كهدو كونتون سنة لحدا سنة تضواتا سوحو بربر صدبا هدو لما يستو أو عذاب بلابو وحا هوري وحبك بجرا كا يمي يسيبن ينبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى كي أدون كأن وحبدا كوهي ننبا لكن آخر يمي إسوغو ربي يربيسان
wixii Alla u yaboohayna lagu abaalmarinayo. In rajadeennu dheeraato aynu yididiiladan tirada badan la qabno maxaa keena? Waxay culimmadu yidhaahdaan laba shay baa keena. Midi waa xubu dunyaaga aynu sheegnay, waa adduun jacayl oo qofku waxa uu la nool yahay la noolaado ee uu markaa hayo waxa maqan inta badan ma dhaafsado. Bal tuxibuuna alcaajila wa tadaruuna alaakhira, tan hore degdegta badan leh aan la nooshiin ayaa jeceshiin baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala, tii dambe ee lagu waarayayna waa ilaabaysaa. Idan xubu dunyaa ka labaadna waa adduunkan isaga jacaylkiisa. Man kaana yuriidu alxayaata adunya baa ilaahay yidhi, man kaana yuriid alxayaata adunya wa ziinataha, ninka doonaya adduunka noloshiisa iyo quruxdeeda haddaa u fiirso erayga iraada baa laga cabiray. Man kaana yuriid baa la yidhi, ninkii doonaya nolosha adduun iyo quruxdeeda. Nuwafi ilayhi acmaalahum fiiha, wixii ay shaqaystaan adduunka waa siinaynaa. Wahum fiiha laa yubkhasuun, lagamana nuqsaaminayo. Laakiin ulaa'ika alladiina laysa lahum fi laakhirati ila annaar waxabita maa sanacuu fiiha wabaatilun maa kaanuu yacmaluun. Laakiin kuwaasi baa ilaahay leeyahy waa kuwa aan aakhiro waxba kulahayn. Naar mooyaane wax kale aakhiro ma leh, waxay shaqeeyeenna waa la buriyey, camalkooduna waa baatil. Yacni adduun buu u noolaa, adduunkii wuxuu ka calaf qaaday buu leeyahay. Aakhiro mar haddaanu ku xisaabtamin, aakhiro goormaad ku xisaabtamaysaa? Marka wax kasto aad haysato intaad aakhiro qabadsiisaa ay kaalo qurux badan tahay intaad adduunka ku hayso. Waqtigaad ku bixisay aakhiraad ka jeceshay waqtigaad adduunka ku bixisay. Cilmigaad aakhiro ku bixisay baad ka jeceshay cilmigaad adduunka ku bixisay. Hantidaad aakhiro ku bixisay baad ka jeceshay hantidaad adduunka ku bixisay. Idan qofka kani aakhira uga muhiimsan ama cagsigu, bal tu'thiruuna alxayaata addunya walaakhiratu khayrun wa abqaa baa ilaahay yidhi. Waxaad door bidaysaa nolosha adduunyo, nolosha adduunyaa door bidaysaa. Laakiin nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam, war midkeen baa xoolaha caruurtiisu, xoolaha qofka dhaxlaya agtiisa lagaga jecel yahay xooluhu isagu leeyahay. Yani wuxuu nabigu tilmaamaya waxaad la sii baxdayna inay waxaagii yihiin, waxaad ka tagtay hadda inaad ka tagtay cid kale ku tasarufi doonta. Idan adduunya jacaylku waa waxa koowaada dhibta keena, waana wax laynagu itixaamay. Watuxibuuna almaala xubban jama, xoolaha xubba u jeceshin baa la yidhi, waa cala alfitra, waa suu bini aadamku u badan yihin. Waxaa ilaahay ku tilmaamaya wainahu lixubi alkhayri la shadiid, xoolaha jacaylkooda waa ku adag yihin. Laakiin maxaa la tilmaamay aakhira markay tahay? waxaa la yidhi waa kuwa bixinaya iyagoo jecel. Abuurkaaga waa inaad xoola jeceshay, wasaa ilaahay ku abuuray. Laakiin waxaa la tilmaamay haddana kuwa aakhira wax geysanaya inay maxay yihiin? Kuwa bixinaya iyagoo ma iyagoo neceb bay bixiyaan xoolaha? Maya, isagoo xoolihii weli jecel ayuu bixinayaa. Saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya inay bixinayaan lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun baa ilaahay ku tilmaamaya. Ama ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamaya inay masaakiinta iyo dadka baahan iyo kuwa wax siinayaan, wayucimuuna acaama calaa xubbi miskiina wayatiima wa asiira. Ilahay wuxuu kaaga markhaati kacaya adoo bixinaya hadda inaad adduunkan jeclayd, laakiin aad naftaada ka goyso, aad ku talagashay inaad aakhira u horaysiiso. Shayga labaad ee amalka dheeraintiisa keensada iyo adduun jacaylka kani waa aljahlu bay yidhaahdaan. Kow, aljahlu billaahi subxaanahu wa tacaala. Ilaahay waad garan weydo, ilaahay haddaad dab u garanaysa dhab baad u weynaynaysa.
هذا الضب قرنيس ضبدا وامرتي سو راعس إلهي سبحانه وتعالى صفاتك سهدات براتي إنه كريمي غني حكيمي عليمي خبيري صفاتك صلى الله نغميسا. إذن واحد نقرنيسا قف ربك يتوسو قحرا هذا سيانة قرنين بوقالك النقطة أما غافل نقطة أما جاهل نقطة وما قدر الله حق قدره قد كنا عيسى كل يدي ألا ما ويني ويندو حق لي وحالله ماذا الجهل بحقيقة الدنيا أدونك هدايات حقيقة دي سقرانين إلهي بدن بقرآن كوحينا قلت المامية كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفر وحن لم يتهيبا لي لأدونك سيدي الروب كاد أي ماشي يرعى قاربتي أهدونا باباضي وحي إلهي أنا قلت المامية إنه يتهيون تفاخر يا تكاثر يا عينك كان وحي إلهي نوت المامية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلم حقيقة الدنيا مركة كالي بدو إينا ووحكينا لبتا إنو كورمين وحالما إذا حقيقة الآخرة مركة تقرون ويدو قيامها كنتن صندود ميلة تاقنان إيو كنتن صندود قياس ميلة تاقنان سوى لغو حسابي بشر كورنا متاقني خلائق دورنا ميو حدا بقشايا أركيسو لغو قمرقات فروي 50 سنة بعدها جنة إيا النار إيا الصراط إيا حوض إيا وحاسورنا هداد اللودو قفكو هدوما هل كذا حسوسي مثلا هدي الولادة كينتا لبحبا كتيرا أبكو قصبتين أن أتكين تكتل لوضو أتقول أن لباحه قاينو اسكف الله في يوم يوم يد مريسة بس واحد مريسة أتقول الله بده هريرود بيئي وهر إيا قدال إيا سنقر كستا شبق كستا كبها بقوبة حيا أنت كالدا أدو ودى النقأة أو وضى إلأة أو سوچي دا وآن لولونا إنين الريونا إنين باد مريسة وإيا ميشي إن مهلكة كتشرتبا دكتي نينك آخره وقي واعينك آخره يا واحد دم بيني كأوجي وحواجو بري يا يسقى سوتشي ده وحمقلية وحركية إيه يا الدنيا كوا حساب تما يا محار ربي أقولي يا محار وسأ أقولي محار لجوب بتبادى يا محار سأ لجوب بتبادى ينين يسقى حي يا قلب النور وطا أيوة جو بري سيدا وجد الجهل بحقيقة الدنيا وبحقيقة الآخرة والجهل بعظمة الله سبحانه وتعالى الجهل با أساسه أمل كان سكرير حب الدنيا با أساسه سيدا أوجد علماء في عربي واحد كان رسارة أحلى إذا ده أمل يا طمع يا رجاء واحد هذا واحد بعيد كأن لقارين هنغوريين تيسا أمل بالله إذا هذا واحد قريب كأن لقاري كرنا هنغوري طمع بالغوت الماما وحاول دحيانا بين هذين هنغرغيس رجاء الله هذا ولذلك إلهي نحرست سوين الدودة هاي نبي إبراهيم ركو تلمامي وحول والذي أطمع والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إذن أيها الأحبة نبي عليه الصلاة والسلام أدوم بصوق علي نبي إلهي امتحانات كدومو مريء فقر وصامر يا وحلان عبسي وصامر يدو لغو حوق بدن يو صحابة دي سال الله ينا يو صامر سغو حوق بدن بو صامر سغو عيدم دي سوى قبسانا يان رول كي لغسو سارو صامر سغو هنتدو انت سوغ شي كوح ويديستي لبا بورد نحضات حوالات داقة يانن قرد كولك حيسو صامر وانتو تلكي وتقاولي نبي محمد وحب حين يا عطاء من لا يخشى الفقر ماذا الفقر بك بغين سيدي وحب حين يا إسلام أو حول السهل سانو تلمامي نبي عليه الصلاة والسلام مع أنه صحابة الله نوليد وحيسته هدنا وحو الدور بدي الزهد يساو الدور بدي زهد يقول حويان أدون كوينا نقلبي قاعدين قعنت هذا دوه هدوكو سوق لنا قعنت هذا يروكو تشلو لكن نلش عادي كوك قارة إن الزهد قد دورته ولذلك
ayaa ilaahay subxaana wa tacaala markuu nabigu zuhdiga doortay malag baa ilaahay u soo diray. Dabeetana waxaa lagu yidhi ma waxaad rabtaa nebi ama rasuul boqora inaad noqoto mise cabdan rasuulan baad doonaysa? Jibriil baa ku yidhi tawaadic lilah, ilaahay isu dhuldhig, nebi maxamed wuxuu doortay inuu noqdo cabdan rasuula, cabdi rasuula. Kow, waxaa nebigu kaa markuu doortay haweenka badh bay ku yara adkaatay, biilkii iyo noloshii yara adkaatay. Dabeetana waxay warsadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam in nolosha loo kordhiyo. ilaahay wuxuu ku yidhi yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika, nebi alla waxaad haweenkaaga ku tidhaahdaa in kuntunna turidna alxayaata adunya wazinataha fatacaalayna umatickunna wasarixkunna saraaxan jamiila. Haddaad nolosha adduun doonaysaan waan idin siinayaa, laakiin anigu ku jiri maayo waan idin sii daynayaa. Dheh nolosha adduunya dhaldhalaalkeedu wax idin la weyn hadduu yahay waa idin siin, waayo nimcadaa waa helaysaan, laakiin maca daalika waa idin sii daynayaa. Haddaa ilaahay iyo rasuulkiisa iyo maalinta aakhira doonaysaanna ajar weyn baa heli doontaan. Waxay doorteen ilaahay iyo rasuulkiisa iyo maalinta aakhiro. Walidaalik baa isagoo meel seexday oo salligii uu ku seexday dhabarkiisa ku yaallo. Salliga waa taqaaniin dermada, marka lagu seexday aan waxba jidhkaaga ka xigin. Hadhow waxaad soo kacaysaa isagoo jidhkaaga, sawirkaasi uu ku sawiran yahay. Cumar baa arko, wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah, low itakhadta firaashan awthar min dhalik min haada, maad samaysatid furaash kan kuu yara dhaamo ka meel ka yara jileecsan ilaahay rasuulkiisa iyo maad seexatid. cumar nabigu wuxuu ku yidhi wamaali walidunya, war cumar anigi iyo adduun maxaa nal kala galay, wamaali walidunya ayuu ku celiyey, wamaali dunya ani iyo adduun maxaana kala galay, walladii nafsii biyadi maamad aniga allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaa ku dhaartay buu nabigu leeyahay. Tusaalahayga iyo tusaalaha adduun wuxuu yahay nin socota ah oo maalin xagaaya geed hadh la soo maray oo harsaday saacad maalinta ka mid a oo dabeetana ka tegey. Tusaaluu nabigu bixinaya wax weyaan calayhi salaatu wasalaam, maalin cadceed kuleyl jiro oo xagaaya, haddaad safar gasho cadceeddu markay kugu yaro kululaato aad geed harsato, balaankaaga geed harsigani muxuu yahay? Waxay odhanaysaa geedkan daar yaroo fiican ka dhisaad maanta harsatide. Boqorada kibray maanta saasay yeelaan, guri baad arkaysaa la dhisay oo la yidhaha boqorku sanadkii buu maalin yimaadaa. Mid boqoradan carbeed ka mid ah waxaa la tilmaamayay gurigiisu 365 qol oo la seexday hurduuleeyay oo loogu beegay maalin ba cadceeddu intay dhaqaaqayso. Kijada iyo musqula ku yaala 700 ah, waa bini aadamku si uu nool yahay. Nabi maxamedna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, nin geed nin safaro geed harsaday ayuun baan la mid ahay buu leeyahay. Intan adduunka aan joogaaba geed la harsaday kama gedisna. Idan ayuha alaxiba, xalku waa qasru lamal, xalku waa inaynu yididiiladan dheer soo gaabinaa. xalku waxa weeyaan inaynu aakhiro u diyaar garowno. Waa xaqiiqa, maalin aan fogeyn waa lagu qaadi uun, inaynu diyaar noqonno. Saa daraaddeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam nin saxaabadiisa ka mid oo dhallinyaro ah, cabdillaahi ibnu cumar waa nin dhallinyaro ah, shaaba waa yaa cabdillaahi, dee waa ninkii qaswata uxud laga reebay la yidhi adigu waxaa tahayeen weli maad qaan gaadhin, qaan gaadhlaan baa looga reebay dagaalka. Marka nin aad u dhallinyaro weeyaan, ninkaa dhallinyaradaa buu nebigu la talinaya. Intuu garabka qabtay buu nebigu wuxuu ku yidhi kun fi dunya kaanaka gariibun aw cabir sabiil. Haddii warka nin weyn lagu odhan lahaa waxaad odhan lahayd dee waa nin warka dunida soo dhameeyey oo waxaa la leeyahay war aakhira adigu kolay cimrigaagi qaadataye aakhira u sii diyaar garow baa lagu yidhi. Laakiin maaha, waa nin iminka soo korayo, hadda qaan gaadhay ama qaan gaadhaya waqtigaa ku jira. Nin waqtigaa ku jiru nebigu wuxuu leeyahay kun fi dunya kaanaka gariib, adduunka waxaad ku ahataa sidii qof stranger ah, qof meel aan safar ku yahay soo galay, aw cabir sabiil ama qof wada goynaya. Adduunka sidaa ku noqo. Qadiyadaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wiilkaa yare cabdillaahi ibnu cumar ibnu alkhataaba uu sheegay wuu fahmay.
wiilkaas waa weelayey. Saxaabadu waxay iga gidsanayd waa taa, waxa loo sheegaa bay weelaynayeen, way fahmayeen. Kadib cabdillaahi dadka markuu la dardaarmayo wuxuu ku odhan jiray, idaa amsayta fala tantadir sabaax, waidaa asbaxta fala tantadir ilmasaa, wakhud min sixatika limaradik wamin xayaatika limowtik. Imaam albukhaari soo saaray. Wuxuu dadka ku odhan jiray ibnu cumarna, war hooy haddaad galabaysato waa beriga ha sugin, iminka aakhira u sii diyaargarow, waagaa kuu beri doono berina waad sii shaqo tegi doontaa oo halkii baad arrinka ka sii wadi doontaa, taa ha sugine, xisaabta waxaad ku dartaa caawa hadday kaa baxda maxaa xale. Fala tantadir sabaax, wuxuu ku yidhi haddaad waa berisatana galabnimada ha sugin xisaabta. caafimaadka intaad qabto bukaankaaga usii qaado. dadku markuu dhakhtarka gale xanuunsado, haddaad imika dhakhtarka tagto oo aad dadka weydiisa maa hiya umniyatak, maxaad rajaynaysa, maxaad jeceshay inaad hesho, waxay odhanayaan dadka dhakhtar ku jira inaan caafimaado soo maaha inuu ka kaco ka suuqa jooga. haddaad ku tidhahdo oo bal caafimaadkaaga ka waran oo maxaan ku haystaa waaba gaajoonayaa buu leeyahy, keerna umniya buu yahy. wuxuu isleeyahy ilaah yaa marunku kiciya. hadduu bilyoneer yahay wuxuu isleeyahy bilyanka haddii la yidhaahdo wadnaa lagugu bedelaya ma bixinaysa wuu ogolyahy. war waa iska xoogsan doonaa nolosha dib baan u bilaabi buu leeyahay, bal horta wixii lagu caafimaadayoon ha lagu bixiyo. laakiin haddii la yidhaahdo boqol kun ka bixi, waa xoolu dhaqdhaqiguma soo gelin buu leeyahay kunkaa qaata, saxiinka maaha qof gaara maa, waa dhammaanteen waasaa inuu haddaanad adigu naftaada wax ka bedelin waasaad u abuurantay. saa daraaddeed buu ibnu cumar wuxuu leeyahy war caafimaadka, caafimaadka intaad ku jirto usahay qaado bukaankaaga, berri inaad caafimaad qabi doonto garan maysa. cawaad caafimaad qabtaa waad tukan kartaa, waad wardii kartaa, waad nebiga ku salliyi kartaa calayhi salaatu wasalaam, waxaad doontaad samayn kartaa. laakiin berri inaad weysaysan kari weyd abaaba dhici kartaa, jamac iyo jamaacada inaad gaadhi weyd abaa dhici, wax kastaa dhici kara. wa min xayaatika limowtik, geeridaada usii qaada buu yidhi maxay noloshaada. walidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka ka sugan wuxuu u tilmaamayey isagoo nin saxaabiya waaninayo, wuxuu ku yidhi war shan shan u qaada buu ku yidhi, dhallinyaronimadaada ka faa'iidayso inta aanad gaboobin, caafimaadkaaga ka faa'iidayso inta aanad bukoonin, waxayntaada qaninimadaada ka faa'iidayso inta aanad faqrinin. inta badan dadku markuu xooluhu dhaafaan buu is yidhahda haddaad wax ka bixin lahayd, haddaad tolka wax ka tari lahayd, haddaad aakhira wax geysan lahayd, firaaqadaada ka faa'iidaysa buu nebigu leeyay intaanad shuqloonin. dhallinyaradu inta badan waxay dhahaa firaaqada xaggeynu waqtiga kusoo dilaa maanta, waa cimrigaagii qayb ka mid ah ayaa leh xaggaa ku tuuraa, waqtiga xaggeynu ku dilaa, xaggeynu isku dhaafinaa, maqaaxidaa la tegaya maanta oo dhan baa la sheekeynaya, waa cimrigaagii ka mid ah maanta oo dhan baa TV la daawanaya, wax laga helaya ma jiro noloshaada. haddii la xisaabiyo intaad TV-ga daawatay intaasoo sannadood bay soo baxaysaa, intaad maqaaxi fadhiday intaasoo sannadood bay soo ka warra, haddii lagu dhahaa intaa cimriga ha lagaa jaro maad qabasheen, toban sano dhowr iyo toban sano markay soo baxdaa maad qabasheen. markaad haysato si saad u isticmaalaysaa waad saydhinaysaa. qofka bini'aadamkii hantida ugu weyne uu haystaa waa cimrigiisa, hantida ugu weyne aad haysataa waa waqtiga, waa waqtigan yar. waqtigiibaaba waxaad ku qabata daaya aad la'day meel aad ku disho, xaggeynu waqtiga isku dhaafina, xaggeynu waqtiga ku dilla, waa adigoo leh cimrigeen ka mid a xaggaa ku tuuraa noloshaydii, cimrigeygiin ka mid a khasaaraah anan rabina xaggaan geeya. walidaalik buu nebigu wuxuu leeyay firaaqaaga ka faa'iidayso inta aanad mashquulin. qofku markasta uu sii weynaadaba mashquulkiisaa badanaya, waayo xidhiidhku bulshada la leeyaa ka badan ninka dhallinyaradii xidhiidhku la leeyay. saa daraaddeed qofku da'diisu markasto ay yartayba waqtigiisao dhan isagaa leh, laakiin inta badan dhallinyaradu ma garato kama faa'iidayso. qofku markuu sii weynaadabana yaa waqtiga kuu kordhiya buu isla 24 saacadood ba ku yaraada, stress buu qaadaa, suu leeyahayba labanlan baan la leeyay, xaggana ballan baan ka leeyahay, reerkiina xagguu sugaya, qoladana waxan bay rabtaa. idan nebigu wuxuu leeyay war intaanad mashquulin firaaqada ka faa'iidee, intaydan geeriyoon baa nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam
نلاش كفاية ديسة. أيها الأحبة، رجدا ترد بدن له. القرآن هو حين أشيء جاينا يتهي آلدة إبليس كو بلادم ككلهم يه. وفرس ماينك إبليس أديك سده. إلهي القرآن هو حكولي. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم بالهير كون دين تكن قضي يغو هنونك انت وعداده كدب شيطان كا وحو قرحيي ورجغليي بالهير اذا واملى لهم امل كان داري وفرسمد الشيطان وددك كلميو نبي آدم حكو يدي مركو ربين وقاتك عنه يعني وباهي بن آدم كو قبه ولذلك آدم بهالك أسأل قال عمري قال قول ديرين يا بل ويري قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى قاتك وارتانك ما كنت سابه كو يدي قاد آدم الله كو عاصيس وما كنت سابه ما أرنين النبي آدم حلو شيء قاد هداد عنته آدم بدن شريسه آدمه آدم يا انتو ضليبين آدم بدن شريان ويشعليه لكن هو الرسمي جاهي وحويا قفكو إنه ديار نغضه ها علاج أرنتا أبور كينا وها علاج ذكر الموت والآخرة آخرة حسوس تدين إنه بدن إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا بإله إليه تتكو وحفق بواركيا أننا وحد دوبا نوارقنا أبو النبي أيو رب إليه سبحانه وتعالى نبي نوح عليه الصلاة والسلام حديث من أبي الدنيا وصوصة رشيخ الألباني حسب كتل المامي نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد ومضة دتك يدي هورة صحابة دي دتك يدي هورة وحي كبت بادين بو النبي يري يقين أي إلهي يا آخرة يدينك وضا يقينك وقبان الربيسين شكيك غيرين هي الزهد أدونك وأنهم قريسا إسكيرا إياه الدنيا تعالك وزهد كقاتل إيه يقين أي ربي قد يا آخر إيه وحي الله شكاك قبان ويهلك آخر هذه الأمة أبو نبي لي ومدن انت هذا الدنبنا وحي كهلك سبي دون تامحي بالبخل والأمل أبو نبي لي قعنا ضي رب علنمو قعنا ضي أفكار سيرة هذون أديك أكو جم في الله بين آدمكو وحك استوى شاشتو تقدم ما يسمو كسي بقية فقر وكعب سقبة هذا نوع عينك ده بتنا النبي يقول حلي ومضة ضمبة وحي كلها لك سب الدون تا لا بشيء قعنا ضيجيو يا أمل رجو إن شاء الله برينا وصينا لندن تا سنة دا ولك وهاري وقتها هاري ولك دلني يراتو الشيطان كوكورن هذا يقول لك هم الدواء دائم كات بلاو ضيبا والله بدك كل هلاك سمين من النبي عليه الصلاة والسلام حديث كي ترمذي ابن ماجه ورينا يين إمام النووي نه وريات كيس كوسا صار الشيخ الألباني ضعف كوس شيء جي معنوه سووا صحيح يا هي وحدة المامية الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت كيسك كيسك وعاقلك وقفك كسمضة في عن نبي قوحوا لي عليه الصلاة والسلام هدو حديثك السقيي كيسك قفك عقلك بضن لي وقفك قيرد وحكا دم بيوحي وكسده وبالوحا عين اي حكمة صحيحة طاي قيرد وحكا دم بيوحي وكسده عاجسكنا قفك تمرت الدرن لنا وقفك نفتيس هودي ساسكر راضه وتمنى على الله الأمان يعني إلهي نون إن شاء الله إن الله غفور رحيم رجدا اسكقبة إذن أيها الأحبة إلهي وحين لي ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به يددي لدينا أمني دينا وحسكر رجين إنسان أهل الكتاب كي يدك طور ما هبا إلهي مسلم كأيو يا كريستان يا يهود بالله قرنقاي إلهي وحول إلا بدي نقول بشهاجة شدا شهاجة رساني رجدا غبطان أركو ماها إيوام حي من يعمل سوءا يجزى به نوالي بوحو شغا استابوا لي يا رب لي ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها أراد
كوي هراء وحالة المامي يريدون الحياة الدنيا وزينتها كوانا ونفس الشيء. ومن أراد الآخرة آخرني كدونية قصدي سو آخرية ما أنتوا آخرة ضريب وسكفر استيمايا حركة يدغنغا غرو وقدر وسعى لها سعيها بإلهي شغض آخرة قبطي آخرة شغل قار إلهي وسعى لها سعيها بإلهي قفك آخر الراد عينية لوجه الله وحصم عينية سعيه الله بهنان الله إيمانية استقوا مؤمنة فأولئك كان سعيهم مشكورا بإلهي كواسي وحي قبطين يسعي قودة وهلقا بالمرينية. أيها الأحبة ما أنت وحد قبان كرته يد بريو على علي ساد ردد ما أنت إن دو ديار قرو دابها بول. حديث إمام الطبراني سناد حسن وقصو صاري شيخ الألباني صحيح ترغيبك وكوارورنا يوح النبي قول عليه الصلاة والسلام حبال بصومر النبي مركز وحد من صاحب هذا القبر وان حباش أنا وحباش كوما رسالة دو هبل وانين دين تومي إذا حباشي أيو النبي يستلتا قوحر حباشا وقوما فهلو قولي حباشا هبل با كتيرا النبي قول صحابة دين تو كتير استبركا وحوري رقعتاني أحب إلى هذا من بقية الدنيا كم بنبوه لابا رقع دو دو صلاة دو تكدو أيام ما أنت نيكا نيكا تعليي أدونك هيستار ورن نيكا ندي الله إذا أدونك ورن إيو لابا رقع دو كيبا دورا نيسا لابا رقع دو بك تعليي بنبوه تلمام يعني حبال دو شهد من النبي وكو وعدين يا صحابة ديس وحانو اشيه ايا لبرق عدود مركا لقاده هالكاسي انا كقيمة بضانتهاي وحي دوند الله صوق ابطورنا هدية املكو اسكرنا يرادو وديار قروقو يرادو وددكو صدا كل انتان على علبة قدم بين دونا يا ليتني قدمت لحياتي ربي رجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت إلهي نبينا آدم كوية قالنا يوحو تلمامي ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه با إلهي وحكا عجب بدن بنا آدم كالطبيعي قيس هدي اللي علين لها با إلهي هل كي أمي كبلها با إلهي غريب صماها من كان أنتو صهار كان ناري يبا إلهي لشرته مركو هل كان يمادا هدنا هل كي أمي ديبو كمي سكرة هدو ديب اللي علي با إلهي هل كي أمي كمي سلهي وهي فطرة الإنسان واتيئون لكن قفكو هدوكو تلقلو إلهي بحين إلي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون واركوا إيمانك لغيها ليو ورى لك عبسدو بري بريك فكر بالين نفي وحي بري ونقطي آخر واحد قيستي كائق بإلهي إذن أيها الأحبة علاجك هو إن مسألة تاني وحديثك النبي عليه الصلاة والسلام ويلي أكثر من ذكر هادم اللذات بدي يا أبو النبي عليه الصلاة والسلام حصوصتا حصوصتان مع معانك كقوية مع معانك كقوية وقيردة بلوك قال هذا ما حنركي قال هذا ما تشعله قيردة إن لك ورمه نلا فردان هدي قيرية وحالة وكالة دريران وكاك عيا إني إلا أبان بيك تعلي ما تعلى إن الحوالي يقيري يبابك إن دكتور ذكا قورة ما تعلى إني يسير لو سيان بي ربان نبي قلو حين لي عليه الصلاة والسلام حصوص تقيري دا بضية وحصوص تقيري دا وحين نقونسا مركي نعاوة مساجد تكبحنا هداتنا هذا ورب العاوة هداي نفتو سون نقوم ويدو تلو حقان قبر تهوت حساب تمايس عاوه هدات الى هذا والنفط حقيقه ور هداي بحضو هذا حساب تمي سيدا وقيد النبي عليه الصلاه والسلام جيرد حسوستيدا بديه اذا ايها الاحبه امل كترده بدن له الدنيا جعل كترده بدن له غفله تنضدك كدعدي يين سيدا قال كو فكر وفكرين قال كو انت اصلا باو معتمد داير أدون إن أتقالون كل الله الله أنتو آخر بأي اللي هدوه فأعجب ذاتك مسلمين تيو حيوبة هين إن يقو آخر حصوصتان ذاتك كلانا إن آخر حصوصية نولوشين مركا إنو حساب إنو إن آخر بوسكو يالط ما أنت وحن قبن أيو إن أكو حساب تما آخر محنقيست عاو مركا سيحانا إن أكو حساب تمو
waxaan soo sameeyey waagu markuu bariyey ilaa iyo gobolku intuu dhacayay ama waad hadlaysay ama mid hadlayaa dhegaysanaysay socanka ma waagu markuu bariyey baynu hadalka bilownaa haddaan adigu hadlayna mid kaloo hadlayaa dhegaysataa marka saxata bal xisaab iyo intii aad maanta maqashay ama ku hadashay imisa kitaabka fiican kuugu qoran baad u malaynaysaa imisa salada ibaad ajar ka helaysaa imisaanad se ajar ka helayna idan hadalkaagu wardu u badan lahaa haddii xisaabta kaagu badan yahay warku wuxuu ku koobayo naftayda iyo tiiniba ku waaninaya noloshan aynu israacinay aan ka gaabsanno macnaheedu ma aha yaan la xoogsanayo caynkan xoogso laakiin xoogso aakhire ku geynayo xoogso markaad xoogsanayso xalaal xoogso xalaashaas iyo cibaadaadkaaga iyo diinkaaga ku dhaafinin ku talagalun caawa hadday kaa baxdo waxaad ilaahay la hortegi lahay aqwaasha salafka laga soo arooriyo haddaynu akhrino waqtigu kuma filla laakiin aqwaal badanba salafku waxay tilmaamayaan rag ku xisaabtami jiray salaadan salaadeeda inaad tukareen anigu beri baa is yidhi ma ilaa beri midi wuxuu yidhi anigu ilaa beri kuma xisaabtama ilaa caawa waad noloshaa dheeraysatay buu ku yidhi anigu salaadan salaada ku xigta inaanan gaadhay baan ku xisaabtamaa buu yidhi idan tanun baan si fiican isidhaaha u tuko ilaa tii dambe lama hubo inaad gaadhi doontee hadduu arrinku saa yahay salaadaheenna way hagaagayaan salaad khushuuc lay noqonaysa haddaad se isleeda kolley maalmaad sii jiri doontaa kuwa dambaad hagaajin baad iska dhaadhicin khaatimadaad fiicnaysiin doontaa ilaahay waxaan ka baryaa subxaanah wa tacaala inuu khaatimada khayr inoogu khatimo kuwii aakhiradooda ka fakeray in alla inaga yeelo inta aakhiro u xoogsatay adduunkana hilmaamin in rabbi inaga yeelo sala allahuma calaa muxamedi wa ala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waxaa loo sheegaya muslimiinta ay ka jecel sheekha insha allahu tacaala